لاند كروزر 2024، وفي عندي كمان تويوتا لاند كروزر 2023 السودا ديت، وفي عندنا اودي كيو 7، عندي لون اسود وعندي لون فضي موديل 23. انا بس نتفرج على فيديو كده ايه سريعا سريعا، وان شاء الله برضو هننزل الفيديوهات تانية. دي اودي كيو 8 2023 بي ام اكس 5 ام 60 المكنه ال 4400، بورش ماكان تي 2023، مرسيدس جي ال سي 200 اس يو في 2023، مازاراتي ليفانتي 2022 تقريبا 37000 كيلو، رانج روفر فيلار 2024 الشيب الجديد، رانج روفر فوج، رانج روفر سوري انا اسف، زي رانج روفر ايفوك 2023، بي ام اكس 1 ام سبورت 2024، بورش ماكان تي، وعندي كمان بورش ماكان تي، دي هي نفس دي اختلاف لون، بي ام 520 اي. معلش هو فيديو كده ايه سريعا سريعا، وان شاء الله فيها هتخش على الصفحه عندي هتلاقي اغلبيه العربيات شرح مفصل لكل العربيات دي. في عندي